خلف حائط الحديقة أرهقنا في التفسير والتحليل، ولكن اليوم سيكون الحطاب هو محور الحلقة، لأني سأوضح لكم كيف إن ذلك الحطاب كان الشر الكامل لويرت وكريك، وكل الأحداث ستكون حول الفصل الثاني للقصة. وهيا لنبدأ. في الحلقة الثانية عندما أدرك ويرت أنه ضائعا في المجهول وأنه ليس بيده أي شيء ليفعله ويخرج من ذلك المكان، فيترك كريج ويرت ويقوم باتباع صوت رجل غليظ يغني ويقوم بقطع الأخشاب، وتلك هي أول مرة يروا فيها ذلك الحطاب. من أنتم وكيف جئتم إلى هنا؟ يرتعش ويرت وكريج، ولكن يصمم ويرت على التكلم قائلا أنهم ضائعين ويريدان المنزل، ولكن للأسف يقول الحطاب لويرت أنهم بعيدين جدا جدا عن المنزل وإنهم يجب أن يهربوا من وحش الغابة، وبالإضافة إلى أنهم ليسوا في غابة إنهم في المجهول. بعدما أخذ الحطاب ويرت وكريك إلى بيت الطاحونة، وذلك لأنه خائف على ويرت وكريك من وحش الغابة وأراد أن يبقيهم آمنين داخل بيت الطاحونة، يقول ويرت للحطاب: ما هو عملك المميز أو الخاص بك؟ وهنا تكون الإجابة الغريبة، فلقد قال الحطاب إن الجميع لديه مصباح لإضاءته، جميع الناس، وهذا المصباح هو كل حياتي، وهو يطحن الخشب من أجل ذلك المصباح، وهذا هو قدره الآن. وتلك هي الإجابة الغريبة. لقد قال الحطاب إن قدره هو أن يبقى المصباح مضاء طول حياته، وبالطبع بسبب ابنته الذي أقنعه وحش الغابة إنها مسجونة بالمصباح، وهذا صحيح، ولكن الجزء المرعب من القصة هنا: ماذا كان يريد الحطاب من ويرت وكريك؟ ببساطة الحطاب كان يريد قتل ويرت وكريك من أجل أشجار أدلوود، وذلك لأن كلنا ندري أن أشجار أدلوود غير متوفرة بكثرة في الغابة، وأيضا الحطاب يريدها من أجل المصباح. فنعم، الحطاب كان يريد قتل ويرت وكريك بدب بارد ذلك المساء، ولكن ما الذي منعه؟ الذي منع الحطاب من ذلك الفعل هو تحطم بيت الطاحونة الخاص به بسبب الكلب المتحول، لأنه لا يعني ماذا يفعل الآن، أيقتل أم يصلح الطاحونة أم يجمع زيته الملكي على الأرض. فتلك هي الفرصة الذهبية والمثالية لويرت وكريج، ولولا تحطم الطاحونة لكان ميتان الآن. وهذه هي نظريتي حول ذلك الحطاب. إذا عجبتك تلك النظرية أو تؤيدها، لا تنسوا أن تكتبوا لي في التعليقات، وشكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.